is the moment you've all been waiting for. Live from the sold out arena in Yas Island, Abu Dhabi. Introducing first, fighting out of the corner, a Thug Jitsu fighter holding a professional record, 25 wins, 5 losses, 1 no contest. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Coconut Creek, Florida, by way of Lafayette, Louisiana, USA, presenting the interim UFC lightweight champion of the world, undefeated mixed martial artist holding a perfect professional record, 27 wins, no losses. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Dagestan, Russia, presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world, Dustin. I think you know exactly what I expect. I want you to fight hard. I need you to fight clean. When I say stop, you stop. If you want to touch, now is the time. God bless. Mark Goddard, who is the referee of this nizal. Nizal for history. Nizal, yes. أبو ظبي أتت بأفضل المقاتلين في اليو اف سي في الوزن الخفيف، أتت بأشهر نجوم اليو اف سي، حبيب نورماغوميدوف وداستن بوريه. بوريه سيكون باللون الأزرق، حبيب سيكون باللون الأسود. سيبدأ هذا النزال 5 جولات، 5 دقائق لكل جولة. لنبدأ، حان الوقت، حان الوقت، يبدأ النزال حبيب وداستن. ونفتخر أننا في زمن حبيب، ونفتخر وأنا أفتخر أني أعلق على هذه المباراة، مباراة خبيب وداستن بوريه. كلام صحيح، ونفتخر أن أبو ظبي جابت لهم لعندنا هنا. نعم صحيح. بوريه يحاول يشغل ريله اليمين علشان يحافظ على المسافة بينه وبين حبيب. حبيب آخر مباراة له قبل سنة. أي بوريه لعب قبل سنة شهر. أكتوبر. شهر. مواجهة قوية كانت أيضا مع ناس هولوي. كبيرة. فاز بإجماع الحكام، أظن فاز على داستن بوريه، على ماكس هولوي. صحيح. الين حبيب حافظ على مسافته، شوي شوي قاعد يتحرك، مو نفس حركته مع ماكغريغور. مع ماكغريغور كان يدور ويتحرك، مع داستن اللعب غير، اللعب يختلف، الستايل غير. فوليوم بانشر، ماكغريغور وان بانشر، ففي فرق وايد كبير. داستن يلعب اكثر من لكمه. انا بصراحه ماني قادر اسمعكم من الجمهور. واو. بس شيء كبير. داستن جانا على النادي يتدرب، صراحة رجل هو ومدربينه، هذا مدرب الإعلاميين مايك براون. مايك براون رائع، من أساطير التدريب صراحة في الأمريكان توب تيم، كان أيضا مقاتل في الدبليو إي سي، معروف عنه حلوة صاعدة. ممتاز. بدأت مبكرا يحاول، ولكن شفتم أنا بالنادي عندي يتدربوا على يعني كان يتدرب هو ومايك براون على كيف ديفنس تيك داون من عند القفص. حاول للدفاع، محاولات حبيب، يعني حبيب استراتيجيته معروفة، كل حد يعرفها، لكن هل تستطيع أن توقف هذه المحاولة؟ وهذا هو أفضل ناس بالعالم، هم اللي أنت تدري شو بيسوون ولكن يسوون. مثل مارسيلو غارسيا الجيلوتين، جي اس بي دبل ليج، سروني الكيكس، يعني في ناس. حبيب صعب حد يوقف حبيب. حبيب فك شفرة حبيب، ما حدا فكه ولا شباب، ولا جولة خسر بإجماع جولة جميع الحكام. جولة واحدة بس قال لعب الإجماع حكام. صور ريفرس. أخذ الهوك، لو حط الهوك صعبة عليه في الدستان. حط الأولى وحط الثانية. يا الله. صعب حبيب. يا حبيب. مو هدف
كيف الاستسلام. يحاول يتجه لي، يحاول يشتغل، ما يفكر بس بالسبمشن. صحيح. عارف ايش قاعد يسوي. يهرسه يعني. وحبيب دائما يحب يتكلم مع خصمه. يحب يتكلم. يتركها. يتركها. أظن خافير مينديز قال اتركها. اي قال للمدرب اتركها. مرمات الان. يعني ملتصق في داستن كانه هو جزء من داستن. داستن اللي طالع مدربه. داستن اللي طالع مدربه. حبيب غطى وي داستن. ماسك يحاول يمسك بالايد عشان يفتح مجال الى وجه. حبيب الى وجه داستن. هنا شبيره. هل يفعلها؟ هل يفعلها مثل ما فعلها أمام كونر؟ لكن داستن لا يستسلم مثل ما استسلم كونر. يتركها من جديد حبيب. دقيقة وثمانية وثلاثين ثانية. حبيب وضعه هني دائما يحاول يقط وزنه على اللاعب ويطيحه لقدام. مو نفس اللاعبين اللي بس يستخدم الكيج ويطيحه فقط لورا، لا يأخذ في زوايا ويطيح. شوف الحين يحسس ريولا الحركه المعتاده لحبيب الظهر ويروح للظهر. والاسقاط عند حبيب يعني عنده، شوف على كتله عضليه ولكن عنده قوه. شوف يستخدم دائما ارجله من الاسفل خبيب حتى يسقط يسقط خصمه كانه يعني. يكنس كأنه ايوه يكنس. يجرك يجرك يخليك بعدين مره واحده ينزلك على الارض. واو لها زيج صراحه شايل الصاله شيل. وتقريبا نشوف يعني الكثير من الجمهور لابس القبعه البقازيه هذه. يعني يجرك وبرة واحدة ينزلك خطافية من الأرجل من تحت. يعني أربعة وأربعين ثانية وحبيب مسيطر كأنه هو جزء من جسم داستن بوريا في الجولة الأولى. أوه حلوة من داستن. حلوة أيضا من حبيب. لن يستطيع داستن أن يفك الاستباق بينه. شوف الآن استخدام حبيب إيده وين يوديها على إيد داستن اليمين حتى ينزل ظهره على الأرض. لكمة منثبت عرض داستن بالأرض بحيث أنه ما يقدر يطلع ويسوي شرمك ويدني لورا. شوف إيده داستن اليمين رايحة ضايعة خلاص. حبيب حاطة تحت الأبط إيده اليمين رافعها ومستخدم يستخدم خسرة حتى يضغط على بطن داستن. 10 ثواني. يا الله. أوه حلوة. توجيه الضربات بالكور من حبيب. تنتهي الجولة. واو 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 واو. داستن يتنفس بشكل كبير انه يا حبيب ايش جابني هون انا. جولة ينهيها بقوة حبيب. الكنترول عمار السيطرة تقريبا. هذا يميز حبيب الضغط محمد واحمد ما يترك اي فرصه كان قطعه منك يعني بعد عنك ما تقدر Hey, the switch is almost there. He's going to start someone down. Switch is almost there. You got to hold the leg. يعني السؤال اللي يطرح نفسه، هل يستطيع داستن اسقاط حبيب؟ يعني يحط على ظهره. هذه صارت مرة واحدة بس. أول ما دخل حبيب اليو اف سي صارت مرة واحدة. ولكن اللي قاله تو مدرب داستن قال له هو قاعد يحاول يروح للاستسلام، ولكن هذا الشيء مو صحيح. حبيب يعني هدفه الاساسي بالارض انه هو يطش اللاعب اللي تحت واذا يتحرك استسلام ياخذها. حلو هذا يهرس اللاعب. يهرس مول مثل الدب مثل الدب تحسه مثل الهريس تذكر الهريس كيف مليون الف شيء بشيء ما تعرف شو صار. حبيب يتكلم ولكن ايضا يدخل حبيب. اسقط ماكغريغور بلكمه في مواجهته الاخيره. بس اسقط ماكغريغور لانه داستن بوريه خطره من داستن. عكسيه من حبيب. ايد داستن اليمين خطره جدا. ايد داستن اليمين من زمان احنا نتكلم عنها. خطره ركله اخرى من داستن. داستن خطير. داستن خطير لكن حبيب خطير ايضا. حبيب الان سوف ينزل على الارض بعد قليل لان خلاص متوقع داستن الان ان حبيب يضرب. يعني صراحه يخاطر حبيب يخاطر. شاهدناه امام مايكل جونسون اصاب مايكل جونسون بلكمه يمكن اول مره كنت اشوف فيها حبيب نوعا ما يتاذى في ذلك النزال.
هجمة حلوة من داستن رودز. شوف ردة الفعل، شوف مش طبيعي، حلوة من حبيب لاتين، ولكن وين هذا المطلوب من حبيب إذا أراد أن يفوز في هذا النزال؟ الإسقاط، شوف سايد كنترول الآن، واتباع الاستراتيجية المعروفة، سايد كنترول رائع. شوف كيف السايد كنترول يا جماعة، شوف ايد خبيب، شوف كتف خبيب، احنا نسميها بالجوجوتسو 100 كيلو، ضاغط عليه بكتفه، كل وزنه ينتقل من الكتف، من جسم الى الكتف. شوف الان، واو مش طبيعي حبيب. السؤال ايش كثر تعور حبيب من الضربات هذه؟ والله يمكن اكثر واحد شفته يؤدي حبيب في المكان. صراحه اليمين كانت صح. شوف الان يصبر، دفاع جيد من حبيب، وايضا شرم جيد من داستن، يحاول تيرث البوزيشن، ياخذ وضعيه الدفاع لوضعيه السايد كنترول من حبيب، ولكن حبيب يتنقل. حبيب اذا كان يبي يسيطر على داستن يوديه عند القفص، عكس اللاعبين يا اخي حبيب، اذا بيسيطر يوديك عند القفص، عكس الناس، وما يقول لك ابعده عن القفص عشان ما يستخدمه للنهوض. شوف ثبت الان اقدام داستن حبيب، خلاص والحين اشتغل مع اديسون باربوزا، يثبت الريل ويشتغل لكمات. طبعا هو ليش يودي على الكيج؟ علشان يسكر الريل بالطريقه هذه، ما يقدر يسكر الريل بنص الحلبه. صحيح بالطريقه هذه ما يقدر، هذا يعني ما في مساحات. مثل ما ذكرت احمد، اسلوب مكشوف، ولكن الجواب يعني من يقدر يفكر؟ من يقدر يوقف هذا الشيء؟ ما احد لحد الان، يعني ما في مدرب طلع اتكلم قال انت تقدر تسوي حبيب، لان ما في حبيب ولا جوله خسر. يعني اوكي يمكن جورودن قال انه خسر جوله، ولكن الحكام ما اعطوا رايهم. داستن تعور وايد، ترى مبين انه متعور. حبيب قاعد يحاول يتعب ريل داستن علشان لما يوقف ما ياخذ راحته باللكمات والركلات. اللياقه البدنيه عند داستن في الجولات المتقدمه بتبين لنا فعاليه هذه الاستراتيجيه من حبيب. الكل كان يتكلم ان داستن راح يبين بعد الجوله الثانيه او الثالثه، لان خمس جولات، جولات البطوله الرابعه والخامسه، البطوله الرابعه والخامسه، ولكن مع ضغط حبيب، يعني الله يعينك يا داستن، واحنا بالانجليزيه وي اول لاف يو بكل صراحه. دقيقه ونص على نهايه الجوله الثانيه، والاشتباك ما زال قائما من حبيب، وحبيب يفعل ما يريد فقط يمكن بدايه الجوله الثانيه. حتى فرونت رول ما قادر يسوي شيء، نزل راسه داستن عشان يسوي الفرونت رول، ولكن ضغط الحبيب، خسر حبيب على داستن، يمنعه حتى من الفرونت رول. دقيقة وست ثواني ياخذ الجلاتين، ولكن يحاول. صعبة صعبة، المشكلة حبيب يلعب مصارعة مع دي سي، يعني مع واحد وزنه فوق ال 100، فلما يلعب مع واحد وزنه 70 عادي طايحه، هو ماخذ راحته. دي سي كين فلاسكيز يعني من افضل المصارعين في الفنون القتاليه المختلطه في الوزن الثقيل مثل ما ذكرت احمد. يفكر السباق ويعود مره اخرى الى اخذ الظهر. يا جماعه انه زمن حبيب، لا تستعجل الاحداث، بس يبدو خصوصا بعد اللكمات اللي قبل شوي، انا صراحه سكت، قلت الحين خلينا نشوف ايش بيصير. يعني داستن متاثر وايد، ذكرني مباراته مع جاستن جيتش. احمد معنويا يعني المقاتل اللي يعني يسيطر عليه بهذه الطريقه حلوه. شوف حبيب ما في فرصه، بس هذا نفس السؤال، لكن خلها تنتهي الجوله هذه، ما في فرصه. حبيب ما يعطي اي جزء الثاني. المقاتل معنويا اللي يسيطر عليه من الجوله الاولى حتى نهايه الجوله الثانيه، شو معنوياته تكون؟ يعني يفكر بحلول، يعني الان يحتاج لحلول من المدربين داستن بوري، يحتاج لحلول من مايك براون، يحتاج لحلول من مدربينا في امريكان توب تيم. هو وقفته الحين داستن، وقفته انه يقول حق مدربه ساعدني، انا ماني عارف افكر. يقول ماني قادر اشيله عني. بالضبط يعني صعب. ترى هذه كبيره، يقول حق مدربه انا ماني عارف اشيله، فكر لي شو اسوي. والكورنر اللي عند حبيب شو يقول؟ انا اللي لا اهزم، كاس معي اندسبيوتد. بس ولا واحد يمكن جرب يدفع راس حبيب، دائما هم يدفعوا جسد حبيب. يجب عليه اذا داستن، اذا حبيب يعني، بس حبيب مشكله ما يروح لك سفلي، يروح لك راسه مرفوع. شوف شوف هذه اللكمات، اسمح لي، خصوصا بعد سنه هذه لم اشاهد حبيب يضرب بهذه الطريقه من قبل في اكثر من لكمه. شوف شوف شوف، واحد كانت وحده قويه يمنى، خلينا نشوفها الثانيه، صراحه خطير داستن في وضعيه الوقوف، وعلى حبيب ان يتبع نفس هذه الاستراتيجيه ان اراد ان يفوز بهذا النزال. الجوله الثالثه راحت جولتين،
باقي 3 جولات. ركلة جميلة من داستن. فرصة داستن من هنا. داستن يشوت داخل بعدين بوكسات، هذا اللي قاعد يسويه. يشوت داخل يشوف ايد حبيب اليمين تنزل يشتغل بوكس اليمين. يجب على داستن انه ما يخلي حبيب ياخذ تيك داون. حبيب المره هذه ما نزل الى الانكل تيك داون، ذهب دائما العادي تيك داون السنجل والدبل ليج. في مباراته مع ماكريجر ذهب الى قدم ماكريجر. حلوه مره اخرى حبيب بالتخصص. محاوله للخنق من داستن بوريه لكن صعب على حبيب. ماسك ايده، نعم ماسك ايده، لكن محاوله هنا من داستن. يحاول بكل قوه داستن بوريه، يحاول بكل قوه لاخضاع حبيب. مسكره عدل والهاف جارد، ولكن خطره من داستن. ومره اخرى داستن بوريه الجوهره. خطره على حبيب. هل فقد الوعي؟ لا، ما زال يقاتل. الروسي سيخرج منها، يخرج منها حبيب. شوف وعي الجمهور هنا في أبو ظبي عن كل الفنون القتال المختلطة، تفاعلهم مع كل لقطة من لقطات النزال على عكس السنوات السابقة. أصبح الآن خلاص الفنون القتالية المختلطة الرياضة الأكثر انتشارا في العالم وفي كل بيت. في كل بيت عربي. تدري شو الرائع بالموضوع؟ الحكم ما وقف المباراة مع أن حبيب انسدح على الأرض على جنب. تذكر هذه صارت في روبي لولا مع بن أسكرا. بس هو جميل تنسدح على الأرض وتطلع مرة ثانية. الآن تفاداه محاولة من حبيب، بالعكس محاولة خنق، لكن دفاع جميل من بوريه. حبيب يحاول يسيطر على بوريه ويحاول يخلي بوريه يعطيه الخنق. هو مو قاعد يروح حق الخنق غصب، يحاول يخلي بوريه يروح صوب الإيد اليمين. لبسك حبيب. نور محمد يدافع عن لقب للمرة الثانية على التوالي ويوحد لقب الوزن الخفيف. يهزم داستن بوريه، يخضع بالإخضاع، يحضن دينا وايت. يا سلام على هذه اللقطات الجميلة خارج الأوكتاغون. مشكلة حبيب عند اليو اف سي انه صعب انك تمسكه، دائما يخرج من الأوكتاغون، يهرب من الأوكتاغون. واحتفالية ضخمة الآن ستكون مع الجماهير المتواجدة في الأرينا بفوز حبيب نور ماغوميدوف بلقب الوزن الخفيف. خلاص بطل واحد فقط. وعمار الأحمد يلبس قبعة حبيب احتفالا بهذا الفوز أمام أبيه. لأول مرة يفوز أمام أبيه عبد المناف نور ماغوميدوف. يا سلام على هذا الأداء. للمرة الثانية على التوالي يفوز بالاستسلام على خصمه كونر ماكغريغور. والآن داستن بوريه وروح رياضية على عكس النزال الأخير مع كونر. روح رياضية عالية مع داستن. يخسر بشرف من حبيب. بعد حبيب لا تفك. الكود دافنشي كود عند حبيب صعب. ما حد جايب دافنشي كود. لقطة كانت من داستن. أنا أقول يعني أصعب لقطة لحبيب. حبست الأنفاس صراحة، لأن بمجرد أن حبيب خرج من هذه الوضعية سمعت الجمهور كيف تفاعل، سمعت كيف الجمهور واعي لمثل هذه الحركات. ومن بعدها على طول خلاص تحس ان داستن بوريه نفسيا يعني خلاص معنوياته. نعم. انا هني عرفت ان داستن خلاص انتهى يا جماعة. لما اول ما طلع حبيب من الشوك على طول طالع مدرب انه كأنه ما عندي شيء يسوي. الضغط اللي يقوم فيه حبيب على اي خصم، شوف ما معطيه فرصة بدون الهوك. رير نيكد شوك بدون الهوك. يا سلام. بدون الهوك خلاص لبست يستسلم. ونرفع القبة على داستن. وعمار عرفنا يعني من المسكة عرفنا انه خلاص انبارك. خلاص راحت اذا لبست. رير نيكد شوك بالبرتغالي هي ماتليون، موتة الاسد. خلاص وملك الغابة يموت. اذا هنا ملك الغابة الجديد. نعم. وقال حبيب نور ماغوميدوف وقال ام كينج اوف ذا جنجل يعني والله سابقه يعني ما توارد افكار يمكن هذا شو اسمه ديجافو. ذير از اونلي وان كينج اوف ذا جنجل، هناك فقط يعني ملك واحد للغابه. وحاليا كما شاهدنا هو البطل الروسي الداغستاني حبيب نور ماغوميدوف. والاعلان الان من بروس بافر عن الفائز الرسمي. Declaring the winner by submission due to a rear naked choke and still.
شوط جميل جدا. الاثنين تبادلوا تيشرتات لنستمع الى حوار performance. Congratulations on your second successful title defense. How do you feel, sir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Honestly, I don't know why I have so much everything in my life. Like, I don't know, maybe. Like, I want to say thank you so much, God, first of all. Then, I have father here. My father. I want to say thank you for my father. Come here, coach. I have my coach here, Javier Mendez. I have my brothers, everybody. Like, we born together, you know, like, grew up. Like, everything what I have, like, I have because of my team, my father, my sparring partners, brothers, Islam, Zuba, everybody here is like Abu Bakr, Umar, everybody. If I forget somebody, sorry, guys, my uncles, subhanAllah. Alhamdulillah, I want to say thank you so much for all my team. And why I wear this T-shirt, I know Dustin do a lot of charity stuff. Guys, make sure I'm going to sell this T-shirt. All this money, I'm going to send Dustin Poirier. This is what I want, you know. And why we have so much respect between us before the fight, then my last fight, you know this bullshit guy, I have a lot of crazy stuff. But I want to forget everything. We show really what is this MMA. MMA is number one thing is respect. When you come gym, first things, what your coach, everybody teach you, hey, you have to respect gym, you have to respect teammates, coaches, you have to still keep clean your gym, everything about respect. MMA is not about trash talking. You know, this is what we show with Dustin Poirier and his great team, you know. Thank you so much. Now I want to talk a little bit Russian. Большое спасибо всем, кто приехали. С России, с Дагестана, со всех стран СНГ, со всего мира. Большое вам спасибо, что приехали, я столько попах здесь вижу. Я очень горд этим, потому что это культура не только Дагестана, не только Чечни, Ингушетии, всего Северного Кавказа. Там, где я вырос, в горах, мы носим папаху. Не потому, что каждый может ее носить. У тебя должна быть, в первую очередь, честь, ты должен быть мужчина. Женщины у нас папахи не носят. У нас настоящие мужчины носят папахи. Так что вам большое спасибо. Я когда видел эти папахи, я заряжался энергией, когда заходил сюда. Большое спасибо всем. Алхамдулля. I want to give a little bit talk for my father and coach Javier. Javier is a little bit older than my father. I think Javier has to talk. I gotta say, I'm glad what he did. He followed father's plan. That's all I gotta say. He followed father's plan. Abdulmanap, great to have you here, my friend. Congratulations to you. Khabib, before we let you go, I know it's been a long wait to get back in the octagon tonight. You did drop the name Tony Ferguson here during fight week. What can you tell us about your third title defense? Last 2 years was very busy for me, you know. I want a little bit relax, you know. I have too much pressure on my shoulders. Give me a little bit of time, maybe a couple of days. I have to rest. Thank you, guys. One of the greatest champions this octagon has ever seen, the undisputed lightweight king, the Eagle, Khabib Nurmagomedov. And we step over here and talk to a graceful, classy Dustin Poirier. I know this fight did not play out the way you expected it to. What a show of support here in Abu Dhabi for you, man. The consummate fan favorite. I know you're frustrated right now. How did this fight play out relative to your expectations coming in? I mean, I knew he was going to press. I knew I was going to be against the fence a lot. I just felt like I let myself down. You know, I didn't cut any corners preparing for this. I felt like my whole career set me up for this moment, but... Maybe there were times in there I could have did more. I was just so prepared. And now I got to wake up and look myself in the mirror every morning with this result. And if anything adversity's taught me in the past, is when times are good, be grateful. And when times like this, be graceful. So I'm going to just go home, spend some time with my family. It's been a long road. I'm proud of everything I've accomplished in this sport. I have a lot of tread left in the tires.
But right now, I just need some time to think, man. And there is still a belt and a beautiful baby girl waiting for you at home. We know you'll be back stronger than ever. Appreciate you sticking around for us. Ladies and gentlemen, once more, the former interim champ. I'm sorry for anyone I let down with this performance. I promise you I wanted this more than anything. There he is, the king of Lafayette, Louisiana, Dustin Poirier. إذن سمعنا يعني مقابلة المقاتلين حزن كان من داستن بوريه أكيد بخسارة نفس هذه وصل إلى القمة وخسر نزال مثل هذا كان يتطلع بأن يكون بطل موحد يعني بعد تاريخ حافل صراحة يعني مليء بالتحديات ولكن للأسف اصطدم بحاجز بطل من نوع آخر شوف كرة القدم دائما يقولوا إكزافي وإنيستا أحسن لاعبين في العالم ولكن حظهم إنه نجوم في زمن ميسي وكريستيانو رونالدو دستن من أحسن لاعبين العالم ولكن حظ دستن سيء أنه إجا في زمن خبيث إتس حبيب تايم صراحة مش قد حبا في حبيب ولكن من طريقة اللعب اللي قاعد حبيب يلعبها يعني ما في أنصاف الفرص يعطيها للخصم دستن حاول يركب حبيب بس ما في ولا نقطة دم حبيب عنده يوم ياخذ الواحد على الأرض